هذا اليوم المبارك، يوم قيامة سيدنا يسوع المسيح من بين الأموات. الحقيقة هذه الفرحة التي لا توصف والتي نحتفل بها هذا اليوم في عراقنا الكبير. تمنياتي إلى الشعب المسيحي بالخير واليمنى والبركة، وإلى الشعب العراقي بالمحبة والسدود والنجاح، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة أعياد القيامة نهني الشعب المسيحي في العراق والشعب العراقي عامة، إن هذه المناسبة بما تمثله من بعث وقيامة السيد المسيح تعني الكثير في كنائسنا في سهلنا والتي أحرقت ودمرت من قبل داعش. نتمنى أن تكون هذه قيامة جديدة للعراقيين عامة، وقيامة جديدة باسم المسيحيين في جميع أنحاء العراق. نتمنى للعراق أن تكون قيامته قيامة سلام وقيامة كل ما نتمناه من العراق، أن يكون ثابتاً في موقفه مع السلام دائماً على مستوى المجتمع الدولي وعلى مستوى المجتمعات عامة. بالحقيقة اليوم احنا من باحة كنيسة الطاهرة الكبرى حبينا أنه نقدم أول شيء تهنئة بهذا العيد اللي هو عيد القيامة المجيدة، اللي هي القيامة أساس كل شيء بحياتنا المسيحية. مثل ما يقول مار بولس، إذا لم تكن قيامة المسيح موجودة حياتنا كلها أصلا ما لها قيمة، فإذا ما هي موجودة؟ فإذا وجودنا مرتبط بالقيامة. أسمى شيء بحياة المسيحي هي القيامة، ولذلك هذا العيد هو عيد مميز. نحتفل أنه يقوم ربنا يسوع المسيح من بين الأموات، فإذا تولد الحياة من رحم الموت، وهذا الشيء اللي يميز المسيحية. ما قدرت ولا ديانة ولا أي إيمان إجا على الأرض أنه يقوم الموتى، وأيضا هذا الشيء اللي يميز كل حياتنا كمؤمنين، أنه نآمن بإله متجسد مائت وقائم.